السيدات والسادة، يطيب لنا أن نتوجه إلى المشاركين في المؤتمر الدولي 33 حول فعالية وتطوير المدارس الذي أحضناه برعايتنا السامية لما نليه من عناية بموضوعه الأساس المرتبط بالتربية والتعليم ودورهما في تمكين الشباب من المساهمة الفعلية في تحقيق التنمية المستدامة. ونود في هذه المناسبة أن نشيد بالأهداف السامية التي وضعها هذا المؤتمر نصب عينيه وبالمقاصد النبيلة التي يسعى لتحقيقها منذ تأسيسه والتي تروم في جوهرها تحقيق الإنصاف والارتقاء بالجودة في التربية والتعليم عبر العالم. وإذ نرحب بضيوف المؤتمر الكرام فإننا نعرب لهم عن بالغ سرورنا بانعقاد هذا الملتقى العالمي على أرض المملكة المغربية كأول بلد إفريقي وعربي يستضيف إحدى دوراته بعد أن اقتصر الأمر في السابق على دول أوروبا وأمريكا وآسيا، وهي مبادرة تكرس المصداقية التي يحظى بها المغرب لدى مختلف الهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية والبلدان الشقيقة والصديقة والشريكة. حضرات السيدات والسادة، إن هذا المؤتمر يجسد إرادة لمجتمع التربوي الدولي في تقوية أواصر التعاون شمال جنوب وجنوب جنوب في مجال تطوير المدرسة والأنظمة التربوية اعتبارا للأبعاد الكونية للتعليم الذي يشكل حقا أساسيا من حقوق الإنسان واستحضارا لغايات الأهداف لهدف الرابع لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي توافق عليها المنتظم الدولي والتزمت بها الحكومات والتي تتوخى في جوهرها ومبتغاها ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم على مدى الحياة أمام الجميع. كما يشكل هذا المؤتمر فرصة لإبراز الدور الريادي الذي يمكن أن تلعبه دول القارة الإفريقية الغنية بشبابها في إذكاء النقاش حول الرفع من جودة التربية والتكوين وفي تلمس أفضل السبل الكفيلة بالاستجابة للانتظارات الرئيسية للمنظومات التربوية للدول السائرة في طريق النمو التي تسعى لتطوير أنظمتها والارتقاء بها إلى مستوى مثيلتها من الأنظمة التربوية المتقدمة. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.